أنا الطالبة نور الحماد من إدارة تعليم الأحساء. شعوري مختلط ما بين حماس وما بين قلق وتوتر وما بين الرغبة في تمثيل المملكة بأحسن صورة ممكنة. طموحي أني أحقق أعلى المراكز هناك، بس أولاً أني أكتسب خبرات ويعني أشياء ما حكتسبها في أماكن أخرى. اسم مشروعي Bio Activity of a New Series of Zaxxon Mimics on Rice Growth and Their Effect on Enteric Germination. الصراحة كهوست عندهم معامل في علوم النبات مرة كبيرة، والدكتور حقي كان يشتغل بالأخص على سترايكا وعجبني الموضوع وحبيت أشتغل معه بهذا الخصوص. نشوف دول العالم كيف تعاني من المجاعة وما في طعام كافي، ويعني مشكلة جدا أساسية، وأشوف أن علوم النبات من بالذات في وقتنا الحالي قاعد يصير من أهم العلوم اللي لازم نطورها عشان نحل هذه المشاكل. يعني بعد الله اللي ساعدني أولا أهلي، أمي وأبوي وأخواني وأصحابي، ويعني موهبة دعمها جدا كبير لنا. يعني الحمد لله بتدريب جدا كبير وبفضل الله طبعا أولا قدرت أني أكون من الأربعين اللي إن شاء الله بيختارون منهم 35 الآيسف.